داخل أرضية الميدان. بطل الموسم الماضي حامل ثنائية وبطل موسم ما قبل الماضي، وهو اللي في هذا الموسم يريد ويفتش عن فوز أو لقب آخر. خطيرة خطيرة بالبوني، والهدف الأول، الهدف الأول من بالبوني في الدقيقة الأولى من الشوط الأول بعد كرة جميلة من تيري بلال. بالبوني يقتحم قابل التسجيل بلعبة ولمسة من تيري، وجاءوا فرحة أنصار اتحاد الجزائر فوق المدرجات. بالبوني في لمسة جيدة، لمسة الأولى لمراقبة الكرة والثانية لوضعها في شباك الحارس، حارس الراجل محمد صغير في جهة والكرة في جهة الثانية. بالبوني ومرقة رابحة في هجوم اتحاد الجزائر كما نشاهد بالعب البطيء. نصر أولا اتحاد العاصمة دخل قابلة باكر بسرعة يعني، والهدف بعد الفتحة الرائعة تاع تيري بلال. لابورتي تاع لابورتي بون يعني تفوت دو ماركاج يعني مراقبة يعني، وبالبون دار لو بليز امبورتون سي لو كونترول يعني راقب الكرة مليح بعد سهلة باش توضعها في الشباك. إذا بالبوني جاست تكنيك رائع يعني. بالبوني والهدف الأول لاتحاد الجزائر في الدقيقة الأولى، وفرحة يعني المراقبة هي الصح يعني في الوضعية يعني المراقبة هي القايد صايب موسى قايد رجع له الكرة، لعب كرة طويلة لبن عيان، في بن عيان خطيرة الكرة خطيرة غول. حارس هشام زاهر بالمرصاد، فرصة ثمينة جدا لبن عيان لتعديل النتيجة عن حارس زاهر هشام بالمكان المناسب لإيقاف المرمى. أول لقطة خطيرة وساخنة، هاد صراع ما بين زفور وبشرقي، الحكم سيد الموقف، الحكم هو سيد الموقف، من صعب الحكم على هذه اللقطة مع زفور وبن شرقي. المهم أن الحكم السيد بن موزة احتسب مخالفة يمكن أن تشكل خطورة كبيرة في التنفيذ. سنشاهد جيري بلال ملعوب بين أحضان الحارس، احتماء أمير الفراجي للاتحاد ملعوبة لعريبي سليم، عريبي سليم التفوق للشبيبة صايب عمر هذه الكرة ملعوبة هيلة داخل منطقة عملية لغاشيو في محاولة التوزيع والدفاع، مازال الخطر قائم. وأرحوا مرة أخرى سوء المراقبة للكرة لتزيد الدفاع صايب موسى ورحوا، من سينفذ؟ ما حينفذها صايب، هيلة وقوية جدا خفيفة من صايب موسى الحارس هشام صايب بالمرصاد. يا سلام كانت قوية من صعب موسى، الصورة خطفة قوية تعلق الحارس من صغير يعني، خطفة بمحلها قوية يعني، والله ريت الحارس بارع الحارس هشام صغير في هذه اللقطة أمام ست مدافعين من الشبيبة. تيري فضل التسديد، ياي الراجي كاد أن يفعلها الراجي، يعني اللقطة خطأ يحاول إعادة بلعب سوء تركيز ركنية للقائم الأول صايب يخرج الكرة ثم بالدحمان. كرة لبلقايد، هجوم خطير، بلقايد يتلقى بلقايد، بلقايد الكرة جانبية رائعة الانطلاقة من بلقايد، والكرة الجميلة والرائعة منه لبن عيان الرأسية فوق إطار مرمى الحارس هشام صغير. هاي اللقطة معادة بلعب البطيء أمام المرمى، فضل أن يضرب الكرة بالرأس راحت فوق إطار مرمى الحارس هشام صغير. بعد مرور 44 دقيقة من الشوط الأول، النتيجة دائما للاتحاد، هدف دون مقابل. خطيرة لأشيو، كرة جانبية من أشيو حسين، بس شوف الشبيبات القبائل يعني بعدها جت كرة تاع الهدف القاتل يعني الاتحاد العاصمة، الهدف
يفضل الحل الفردي والتسديد، وكان بن شرقي ينتظر الكرة. ثم تغيير دخول رقم 23 محمد بالخير في مكان دويشر. الحكم السيد بنوزة محمد عبد الرزاق يعلن عن نهاية شوط أول. طيب موسى بن دحمل والناس بن عيان ودويشر خرجوا في مكانه بالخير محمد أمين. كرة لبن شرقي محاولة تسديد والحارس فراجي في المكان المناسب. انتهى الجزائر ب هشام زاير، حمدود عريفي، سليم زغدود، منير عمور، عمار خيري، بلال اشي، حسين دوخماني، رابح بن شرقي، ربيع، مفتاح محي الدين، وبالبوني المدرب مراد عبد الوهاب، السيد مراد عبد الوهاب. مفتاح جاب التحمال من عبا مباشرة لتيري بلال بدون مراقبة على الجهة اليسرى، ينطلق تيري راوغ في محاولة أولى وثانية. تيري خطيرة، دفاع يخرج الكرة الخطيرة والساخنة، كانت محاولة فردية جميلة وخطورة من تيري بلال. وراء كل لقطات خطيرة خطيرة تاع اتحاد العاصمة، وهذه لقطة فردية رائعة. كرة ساخنة الراجي ثم بالقائد لإبعاد الخطورة والكرة إلى ركنية. صار اتحاد الجزائر وكرة لموسى الصايب الخيب تاتيو، خطيرة جدا الكرة. عمار عمور تفتش عن المساندة، يوجد بن شرقي يرجع الكرة لعمار عمور. هاي إلى الكرة لتيري بلال، هاي إلى الكرة بن شرقي وتيري بلال، الكرة عالية. لقطة رائعة جدا، عمل مشترك بين ثلاثي تيري بن شرقي وآشيو، والكرة فوق إطار مرمى الحارس فراجي. هي اللقطة معادة بالعرض الباطن. تيري في العقيق لبن شرقي، تسديده قويه عاليه رهيب. رجع لعمار عمور، مراقبه رائعه بالكره، مراقبه جيده بارع عمار عمور في هذه اللقطه. تقدم الكره لبالبوني، بالبوني هيدا، ضاعت فرصه لا تضيع لبالبوني. بالبوني مسجل الهدف الاول، يضيع فرصه ثمينه جدا وسانحة للتسجيل وقاتلة، كان بإمكانه أن يلعب الكرة مع بن شرقي. فضل الحل الفردي، الكرة راحت فوق إطار أو فوق العارضة الأفقية للحارس فراجي. البحث عن أصحاب الرؤوس الطويلة، الضربات الرأسية خطيرة هنا. بالخير يسجل هدف التعادل لفريق شبيبة القبائل في الدقيقة 28 من الشوط الثاني. أهلز اتبع الهدف مدرجات الملعب، وأهلز أنصار شبيبة القبائل في هذا الهدف الذي سجله محمد لامين بالخير بعد هذه الكرة الجميلة. نفس السيناريو، كرة ثابتة، محمد بالخير بدون مراقبة، بدون مراقبة خروج الحارس وبقوة باليسرى في الشباك وفي المرمى. الاتحاد سجل بنفس الطريقة، والشبيبة سجلت بطريقة نفسها. يعني تكرر بدون مراقبة، بدون مراقبة داخل منطقة الجزاء، مراقبة بالصدر، مراقبة جيدة وتسديد رائع في شباك. هدف لاعب تكون في المدير عندها، يملك امكانيات كبيره محمد لامين بالخير، يعني يملك امكانيات كبيره، لاعب شاب متالق بامكانه ان يمنح الكثير لشبيبه القبائل. الرياح شكل صعوبه في لعب هذه الكره. يا سلام التسديده القويه من تيري بلال، والحارس فراجي الى الركنيه. بارع هدفة رائعة قوية جدا، راجي أيضا بروعة وببراعة يخرج الكرة ركنية لاتحاد الجزائر. وبدون مباراة شباب باتنا اتحاد البوليدة بسبب مشاركة اتحاد البوليدة في